قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في هذا رد على المعتزلة الذين قالوا إن صاحب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين منزلتين، فيقولون ليس بمؤمن ولا كافر، وهذا عين التناقض، فليس هناك إلا إسلام وكفر. ورد عليهم بأن صاحب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم، فيقولون حكمه في الدنيا في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر، وأن منزلته في الآخرة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وفيه رد على الخوارج، وهم يتفقون مع المعتزلة في أن صاحب الكبيرة مخلد في نار جهنم، ويفترقون معهم في حكم الدنيا، فيقولون هو كافر تجري عليه أحكام الكفرة. وفي قوله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء رد على هاتين الطائفتين.